ناس كتير قالوا لي لازم تروح عند ماما دهب. انا النهارده داخل الممر ده اللي من شارع شامبليون عشان اروح في باترينا صغيره ما بيقفش فيها الا فرد واحد بس، وهي ماما دهب. ماما دهب اللي بقالها 20 سنه في المكان ده بتعمل احلى اكل للطلبه، وهي ليها نصيب من اسمها، هي دهب وقلبها فعلا زي الذهب. هتقف هناك تشوف جمال ضحكتها والهزار بتاعها مع الولاد والبنات. الست دي بميت راجل، لان فعلا تحس ان هي شاربه الجدعنه والاصاله والاحترام. بجد انا انبهرت جدا بتعاملها مع الناس، كل شيء عندها بنظام، مع ان اكلها حلو قوي بس سعره بسيط جدا. تخلص الاكل وانت مبسوط بحلاوته، بتاكل لحد ما تشبع وتدفع كلام فاضي، تسمع اجمل حكاوي من دهب، انت مستمتع باي حاجه هي بتحكيها، وبعد كده تحبس باحلى كوبايه شاي بالنعناع، ولما بتحبش الشاي هات ينسون يا عم. لازم تروح لماما دهب لان القعده والاجواء مختلفه جدا. وانا النهارده هسيبكم مع اجواء ماما دهب. انا بصراحه ما عرفتش اتكلم معاها لان رحت لها في وقت هي كانت زحمه فيه جدا. يلا بينا نشوف الاجواء عند ماما دهب عامله ايه، وقولوا لي في التعليقات مين فيكم راح لماما دهب. بعد ايه هيكون الحاجه؟ بعد الحاجه تبقى المجموعه بتاعتنا بيبو. خليها تبقى الحاجه اهو. انا خليها تتم على خير، عرفت ان فيها اصلا. انا عرفت ان فيها وتتم على خير. مش عايزه اقول على كل عيوبك ومساوئك. انت عايز استنى على امك يا ولا، تعالى خد مني الطاجنين اللي انت عاوزه. مش تفرك فرك حوالين ماما. واحد كاتشب عليه. كاتشب؟ خدش كاتشب، خد. يا ايا حط الكاتشب انا يا ايا على البطاطس دي يا ايا. مش هيعرف شيء. روحي مع اخوكي يا امان، روحي مع اخوكي. عايزه كده 5 كبده واتنين بانيه. البانيه عليه كاتشب ولا ساده؟ ده خد لك مخلل. يلا. بتدرس فين؟ احنا في كليه كمبيوتر ساينس. بتعمل عند ماما دهب بقى؟ احنا دايما هنا عند ماما دهب اصلا، الاكل بتاعها طب الطب الصراحه، واحنا على طول هنا. بتاكل ايه؟ كبده رده في مصر. الكبده الرده فوق، وطاجن البطاطس اعلى منه. روعه. كل اكل عندها روعه والله. بس هي عندها نظام، اهم حاجه النظام. نظام ومش زحمه، ما بتحبش الزحمه. بتجيبنا هنا، بتجيب بتجيبنا هنا نكنس لها والله. بتجيبنا نكنس لها. بس انتوا بتحبوها. طبعا. يا واد يا عمر تعالى يابا، خد خد يا قلبي في ايده. يلا صبر نفسك. احط لي الكاتشب هنا يا ماما. تسلم لي ايدي يا واد. يا يحيى يا يحيى، انا بندى 3 ساعات عليك يا ولا. لسه سامع حالك. اتحركتي من هنا ما قلتليش ليه جيت هنا ياما. ايوه ما قلت لسه سامع حالك. طب تعالى خد من خلفي. ستي دي كده تعرفي 100 100. ستي دي 100 100. بوظت الدور والله. جالك الاكل اهو. والله بعد ما عدا بعد ما انا قعدت استنيت قد ايه؟ بالك قد ايه؟ بالك ساعة؟ ساعة ونص كمان. ما شاء الله. يستاهل الوقفة. هي ست محترمة. تحية كبيرة للست المصرية الجدعة الواقفة تاكل لقمتها بعرق جبينها، واقفة بشرف وبأمانة. تحية لماما دهب اللي قلبها زي الدهب.